مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. وحشتوني من الاسبوع اللي فات. جينا لكم النهارده بما ان المطبخ حياه كل بنات حواء، فالنهارده عملنا لكم حلقه عن بنات حواء ومطبخها. النهارده معانا الشيف جيهان الشناوي، هنعمل اكلات جديده ومفيده ان شاء الله وكل بنات حواء بتحبها. ازيك يا شيف؟ ازيك يا هبه؟ الحمد منورانا. الله يخليك، ده بجد نورك. منورانا ومشرفانا في برنامجنا الجميل بنات حواء. ده نورك والله يا هبه. ومطبخ بنات حواء. ايوه طبعا. النهارده يا جماعه هنعمل حلو حادق زي ما عودناكم على طول، ان احنا دايما في برنامجنا بنقدم لكم كل حاجه تفيد الاسره وتفيد اولادنا بالذات. والنهارده طبعا هنعمل حاجه حلوه قوي لاولادنا. ايوه، اللي هي هنعمل إيه؟ كوكيز محشيه قولي لنا المنيو النهارده. نبتدي بالحلو بقى. هنعمل كوكيز محشي بالشوكولاته اللي هي القابله للدهن، عشان نقول اسمها يعني اي نوع شوكولاته. تمام. وهنعمل برام مكرونه بلسان العصفور كده بالجمبري في الفرن، وهنعمل سلطه كده حلوه بالتونه ظريفه، تقديمه سلطه طريقه حلوه قوي يعني ان شاء الله. ماشي، يلا شو قولي شو كده. هنبدا بايه؟ بص، احنا الاول هنبتدي بالكوكيز، بس الاول عشان الوقت هنشوف المكرونه. تمام. الاول احنا عندنا لسان عصفور. هنبدا بالمكرونه يا جماعه. طب ممكن ننزل بالمقادير؟ تمام. انا عندي الحله هنا اهو. طب قولي لنا، طب المقادير ايه؟ المقادير طيب تمام. عندي 400 جرام مكرونه لسان عصفور. اللي مش عايز لسان عصفور، بس هي الوصفه دي انا بفضلها بلسان عصفور. اللي عايز بقى باي حاجه تانية هو حر، يعني ممكن اي مكرونه. ممكن، بس مش هتبقى حلوه في التقديم. تمام. نص كيلو جمبري، اي حاجه بقى، المقاسات برضو دي بتاعتكم. عندي 250 جرام جبنه موتزاريلا، وبصل وبصلايه كبيره، وطماطمايه، وفلفل اخضر وفلفل اصفر. عايزه فلفل اخضر بس، برضو مفيش مشكله. مقادير على الهوا يا جماعه، اللي يحب اربع فصوص ثوم، وكمون حسب الرغبه، يعني معلقتين كمون، معلقه زي ما انت عايزه الكمون في الوصفه يعني. تمام تمام. احنا هو اصلا اي حاجه، سمك، جمبري، كله بيحب الكمون. بيحب الكمون جدا يعني. اصل في وصفه مكرونه ممكن تانية بالجمبري ما بتحطلهاش كمون، انما دي عشان صلصه فبتحب الكمون. هنا هحط الزيت. زيت ذره، زيت ذره، زر عباد شمس. تمام. وهقوم نازله بالمكرونه. ينفع احط بدل زيت الذره زيت زيتون؟ إيه لا، ما لا، يعني عشان هياخد زيت الزيتون مش بيبقى عايز سخونيه جامده قوي على النار. ايوه، معلومه مهمه بقى النهارده. أيوة. معلومتنا يعني النهارده ايه؟ ان زيت الزيتون حتى لو هتستعمليه على النار، تمام، ما تحطوش كتير، مش عايز سخونيه. يعني هتحطيه شويه بس، مش هياخد بقى الاكله كلها معانا. تمام. يعني مش عايز تقليب بقى وتحمير والكلام ده؟ لا لا، مش عايز الكلام. تمام. ده النهارده معانا جمبري بقى هنقلب بقى هنا المكرونه. زي ما بنعمل لسان العصفور، اللي هي كاننا بنعمل شوربه، هنحمرها. واول ما هتتحمر معانا هنقوم نازلين عليها بالميه السخنه. وميه سخنه ليه؟ عشان ما تبردش بقى المكرونه معانا. تمام. لسان عصفور. لسان عصفور، لسان عصفور. عشان ما يتوهوش مننا. تمام. تساعديني بقى شويه في التقليب ولا ايه رايك؟ انا اصلا بدخل عشان اساعد. انا بدخل المطبخ ده عقبال ما هي تتسلق. نعمل احنا الكوكيز. احفظ. طب تعال. قلبي فيه. قلب انا يعني. قلبي فيه عشان ما تتحمرش. شكرا. ماشي، ننزل طب بمقادير الكوكيز. ننزل بقى بمقادير الكوكيز بتاعتنا. ماشي. عندي كوبايتين دقيق، وعندي نص كوبايه كاكاو خام، وعندي نص كوبايه لبن، وتلتين كوبايه سكر، ونص كوبايه زبده، وبيضتين كاملين، وفانيليا حسب الرغبه، لان في ناس بقى، عشان هنا في نسبه كاكاو كبيره، فممكن ناس ما تحبش تحط الفانيليا. ومعلقه بيكنج صودا، وبيكنج صودا مش بيكنج باودر، عشان الشوكولاته دايما بنفضل فيها البيكنج صودا اكتر. وذره ملح. وبنحط الشوكولاته، احنا ما جبناش الشوكولاته اللي هي في الفريزر. عايزين الشوكولاته اللي في الفريزر. احنا ممكن بس نشتغل دلوقتي. طيب. مفيش مشكله. طيب احنا في حاجه دلوقتي، احنا على طول عارفين ان الحلو ما فيهوش ملح، ليه ذره الملح دي؟ بصي، اي حاجه، ما انا لازم هنا اعرف كل حاجه. ذره الملح في اي حلويات بتبرزلك الطعم اكتر. فهي بتبقى ذره بس، بتحسي ان النكهه بتظهر اكتر. تمام. فمش بتحسي بيها يعني، في كيكه، في شوكولاته، في اي حاجه حطي ذره الملح، هتفرق معاكي كتير. وفي الكيكه طبعا ذره ملح، يعني انت بتحطي حاجه يعني لا تذكر. دي تكات بقى، تكات وحركات بقى. تكات المحلات.
هنحط دلوقتي احنا لازم ناخد منك كل المعلومات. خدي زي ما انت عايز. هنحط دلوقتي الزبده هنا تمام، ومعاها السكر. حاسه مش عالي قوي ولا ايه؟ مش عالي قوي. ممكن نحطه على العين الثانيه اعلى. انتي عملتي ايه؟ هنقلب هنا كده مع بعضه. هو المفروض اولع بس المضرب. واطي واطي شويه انا بعلي. هنضرب هنا ال شغاله انا اهو عشان محدش يقول انا ما بعرفش اضرب. 100 كل 10 والله والله. ولا جيجي بيقول لي ما تخربيش تطبخ وانت مذيعه و... لا لا هيبان هيبان النهارده. النفس انا هقول له هيبان النفس. طبعا في الاول احنا بنضرب بسرعه بسيطه عشان ما نعملش هيصه حوالين مننا، وبعد كده نبدا بقى ايه نعلي. قولي لي تاني حطيتي ايه؟ حطينا الزبده، حطينا الزبده وحطينا السكر، ما حطيناش اي حاجه ثانيه. ده الكوكيز، ده الكوكيز الشوكولاته، الشوكولاتة اللي محشي شوكولاته اللي هي قابله للدهن. تمام. حطينا حطينا ايه؟ الزبده. حطينا الزبده اللي هي نص كوبايه زبده. تمام. وتلتين كوبايه سكر. الزبده والسكر. السكر ايه؟ بودره ده ولا ايه؟ لا سكر عادي. سكر عادي. سكر مش بس الحبيبات ناعمه يعني في سكر عادي. طب انا لو ما عنديش زبده دلوقتي وعايزه اعمل كوكيز ما ينفعش بالسمنه؟ السمنه انا ما بحبش احط كوكيز بالسمنه يعني ما عملتش قبل كده كوكيز بالسمنه خالص. هو يعني ازاي بتفور كده؟ هو هي دايما بتفور بايه الاول؟ لا كله بالزبده. هو يفضل كل الزبده، كل البسكوتات وكل الكوكيز، الكوكيز اصلا زبده. يعني حتى مش هقول لك زيت، يعني في انواع بسكوتات تانية ممكن نحط فيها زيت، انما الكوكيز يبقى زبده على طول. تمام. تمام. احنا ضربناهم كده مع بعض، هنحط بقى هننزل عليهم بالبيضتين. بيضتين. احنا بقى ممكن هنا نحط الفانيليا. انا بحب احط الفانيليا مع ان هي فيها كميه شوكولاته تضيع الزفاره بتاعه البيض، بس انا برضو بحب احط باكو فانيليا. تمام. وهضربهم برضو ايه كده، ممكن فانيليا بودره، ممكن سايله، سايله اي حاجه، أي حاجة. لو فانيليا سايله هتبقى نص معلقه صغيره. ماشي. من مستنيين اتصالاتكم يا جماعه، اي سؤال عن حلو عن حادق. معانا شيف جيهان النهارده هتقول لنا كل حاجه. اي حاجه انتوا عايزينها انا معاكم. مستنيين. بنضربهم كده كويس قوي مع بعض. خلاص كده، وبعد كده هنزل باللبن. طيب بعد ما ننزل باللبن معانا اتصال. ايمان من اسكندريه، اهلا وسهلا. الو، بلدنا. السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام، اتفضلي اتفضلي معاكي. لا انا بس عايزه يعني بجد بتفرج انا على القناه بتاعت الشيف جيهان اصلا على اليوتيوب، ومتابعه فقراتها واكلاتها جميله جدا. انا مبسوطه ان هي طلعت على التلفزيون لان هي بصراحه تستحق يعني ان الناس كلها تشوفها، ويعني يعني يعني هي ليها فولورز على اليوتيوب، بس هي فعلا بجد محتاجه ناس اكتر تشوف لان هي حاجاتها جميله جدا وطريقتها بسيطه، فانا بجد بحبها جدا يعني وبحييها على القناه بتاعتكم. ميرسي يا ايمان، ميرسي بجد، فرحتيني جدا ان انت قلتي كده وان انت متابعاني على اليوتيوب. شكرا ليكي يا ايمان. متشكره جدا يا ايمان، واحلى تحيه لبنات اسكندريه. لاهل اسكندريه طبعا. واهل اسكندريه كلهم. احنا بنضرب كده. وريني كده. بص لسه. لا لا انا كده كويس. حلو كده. هنبص كده على المكرونه هنا. هنسلقها بقى عادي خالص. انا بقى كده خلاص كده اهو المكرونه. هوريكم ازاي وصلت، يعني بصوا كاننا بنعمل شوربه بالظبط. تمام. اهي كده خلاص. هنحط بقى هنحط الميه عادي خالص.
وهنسيبها بقى تسيبها بقى تسلق اللي هي بمقدار الكيس المكرونه اللي هو 12 دقيقه 10 دقائق يعني ايه انا مش عايزاها هسيبها بقى كده ايه تتسلق معايا وهنرجع بقى ايه وهنصفيها ونبدا بقى نعمل الخطوات بتاعتنا اللي احنا عارفينها. تمام. هنا نرجع تاني بقى للكوكيز بتاعنا. احنا دلوقتي حطينا الزبده وحطينا السكر ضربناهم مع بعض وبعد كده حطينا البيضتين وعليهم الفانيليا واللي مش عايز احط فانيليا مفيش مشكله لان في كاكاو زي ما قلت لكم. وبعد كده هنزل باللبن خلاص وهفضل اضرب فيهم شويه كده مش بياخد وقت خالص على فكره وسريع يعني. يعني لو حبيت ان انا اعمل حاجه حلوه بسرعه هي الكوكيز دي اسرع حاجه مش اسرع من الكيكه اسرع من الكيكه يعني لا ما اعتقدش الكيكه ممكن في الخلاط تعملي الكيكه. طيب انا عندي هنا بقى معانا اتصال تاني معانا اتصال معانا ايمان الو الو تاني اهلا وسهلا اهلا اتفضلي. انا عايزه اعرف طريقه الكيكه الجاتو الجاتو جاتو من عينيا حاضر حاضر ماشي شكرا ليكي شكرا ليكي هقول لك على طريقه الجاتو حالا حاضر بس عشان ما انساش هنا معانا امال معانا امال طيب معانا امال اتفضلي اتفضلي هنحط هنا البيكنج صودا ماشي الو ايوه يا فندم اتفضلي الاتصال اتقطع عيدي الاتصال تاني يا امال عشان تسالي سؤالك قولي لنا عملتي ايه. بصي انا حطيت هنا بيكنج صودا مش بيكنج باودر عشان انا دايما بحب اللي فيها شوكولاته تبقى فيها بيكنج صودا يعني التفاعل بيكنج صودا مع الشوكولاته بيبقى افضل كتير من البيكنج باودر. تمام انا كل اللي هعمله هنا انا دي عندي كوبايتين دقيق. طب هو في الكيكه ممكن برضو نحط بيكنج صودا لو بالشوكولاته نحط بيكنج صودا احسن احسن يعلي اكتر يعلي اكتر لو ما عندكيش خلاص اشتغلي بالبيكنج باودر عادي بس بس دايما يفضل ان البيكنج صودا يتعامل مع الشوكولاته وفي اكلات كمان ممكن تحطي معاها بيكنج صودا وبيكنج باودر. تمام يعني كلها انما لو كيكه فانيليا لا يبقى بيكنج باودر. قولي انت حطيتي قد ايه دقيق؟ كوبايتين دقيق ونص كوبايه نص كوبايه كاكاو خام. مهمه موضوع الخام ده لو انت هتحطي الكاكاو فيها سكر يبقى هتقللي شويه من السكر اللي هتحطيه هنا عشان ما تبقاش يعني مسكره قوي. تمام بس هو يفضل برضو ان في الحلويات تشتغلي بكاكاو خام. تمام تمام الكاكاو الخام يا جماعه بنجيبه عادي من اي عطار. ايوه طبعا او في دلوقتي محلات حاجات حلويات. ايوه دلوقتي بقوا كتير جدا يعني بقوا موجود كل حاجه موجود كل حاجه وفي منتجات دلوقتي في السوق عامله الكاكاو الخام ممتازه كمان يعني. تمام يعني مش هندوخ عليها يعني واسعارها كويسه يعني مش كل الاطفال بيحبوا اي حاجه بالشوكولاته. الكوكيز كيكه بالشوكولاته كوكيز تتلاقي الناس الكبار والصغيرين والتخين كمان. لا ملهاش علاقه خالص. انا لسه ضاربه الشوكولاته جوه. انا مش عايزه اتكلم بقى. انا لسه ضاربه الشوكولاته. معانا زينب من القاهره اهلا وسهلا اتفضلي. اهلا يا حبيبتي اتفضلي. عايزه اقول لحضرتك ان البرنامج بتاعك بيشد الانتباه جدا ومميز جدا وانا بالاكلات اللي بتعملوها بساعد ماما في البيت وبصراحه حبيبتي ربنا يخليكي ربنا يخليكي. انت عندك كام سنه؟ 15. 15 ما شاء الله متابعينا كمان صغيرين ما شاء الله ده اهم حاجه. انت في سنه كام يا زينب؟ ثالثه اعدادي. تالت اعدادي حبيبتي ربنا يخليكي يا رب بقى تستفيدي من فقره المطبخ والاكلات اللي احنا بنعملها وتساعدي ماما اهم حاجه. انا بيها بساعدها جدا ماما بسبب الاكلات الجميله اللي انت بتعملوها. طيب بالنسبه بقى للبيت مشاركه بتشاركي ماما في المطبخ؟ طبعا. بتعملي ايه؟ تساعديها في ايه؟ في الاكلات يعني انا بعرف اطبخ معاها وكده يعني. تمام بتعملي اكل بس؟ ما تساعديش ماما في حاجة تانية ترتيب البيت؟ الترتيب طبعا والحاجات دي طبعا بساعدها دي شيء أساسي. ربنا يحفظك يا حبيبتي ويخليكي لماما. شكرا ليكي جدا يا أحلى بنوتة. البنات جميلة وبنات حلوين قوي ما شاء الله عليها. هنحط بقى احنا هنا حطينا الدقيق على الكاكاو على البيكنج صودا. تمام وهنبدأ ننزل بيهم واحدة واحدة كده. الأول ممكن أقلب عادي بالمضرب بس لما يتقل يعني شويه كده نبدا ان ايه ندخل بالمعلقه ما نعملش مره واحده اي حاجه يا جماعه باودر
وانتي بتحطيها تحطي براحه وتقلبي الاول احسن، هتلاقي الدنيا اتبهدلت وبقينا شكلنا عاملين زي العفاريت خصوصا انها شوكولاته كمان. انا عملت مره الحركه دي، برافو عليكي. حصل لي حاجات غريبه قوي. انا كده خلصت كده المضرب. معانا هاجر من الشرقيه، اهلا وسهلا اتفضلي. السلام عليكم. اتفضلي، اهلا وسهلا. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي حبيبتي، اهلا بيكي. انا متابعه حضرتك البرنامج على طول وبحب اكلك جدا وبعمل منها كتير قوي حبيبتي. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي لينا يا رب، ومبسوطه جدا باتصالك. ليكي سؤال؟ ليكي سؤال؟ عايزه حضرتك طريقه عمل الدونات. طريقه عمل ايه؟ الدونات. الدونات، حاضر. من عينيا، حاضر. وان شاء الله لو ما لحقناش ان احنا نقول برضو الوصفات برضو هتلاقوها على صفحه البرنامج، وهتلاقي الشيف ان شاء الله هترد عليكم وتكتب لكم المكونات ان شاء الله. بصوا احنا كده معانا الكيكه ومعانا الكوكيز. الكوكيز، لا الدوناتس. الدوناتس، طيب خليكم فاكرين. هنبدا بقى كده ننزل جاتو. كانت الجاتو جاتو، ما انا بقول الجاتو. وهيفرق يا ريهان الـ هو قريب للتورته مش للكيكه. الجاتو قريب للتورته. ايوه. طب ده اختلاف طبعا. بصي عاده الكيكه بيتحط لها ممكن زبده، ممكن زيت، الحاجات دي. العجينه الاسفنجيه بتاعه الكيكه بتاعه سوري التورته ما بيتحط لهاش دسم، ولو اتحط لها بيتحط لها بمقدار صغير جدا عشان تعمل لها الطبقه الاسفنجيه بتاعتها دي. فدي تمام. عايزين نطلع فاصل ولا ايه؟ طب نخلص دي وبنطلع فاصل. طيب احنا بصوا خلص دي، احنا بنفضل نقلب دي كده كويس جدا. تمام، نقلبها بس. ماشي، نقلب قلبوني عجين لغايه لما ترجع معانا من الفاصل. هكون انا عجنتها وظبطت، هتبقى هي محتاجه مني دقيق فانا هزود لها فاصل؟ دقيق. اه ماشي، نطلع يلا. فاصل، نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه اكلاتنا. رجعنا لكم بعد الفاصل ومع الكوكيز بالشوكولاته مع الشيف جيهان شناوي. ايوه احنا كده خلاص اللي انا ضربتها جوه. ايوه كل ما تطلعوا فاصل هضرب لكم الشوكولاته. بصوا احنا كده قعدنا ندعك وحطينا زودنا يعني مثلا بتاع نص كوبايه دقيق تاني، دي على حسب يعني. انا قبل كده عاملاها بكوبايتين على حسب الدقيق بتاعك، فما تقلقيش خالص، اهم حاجه ان انت توصلي للقوام ده. تمام، ورينا معلش تاني كده القوام اهو، اللي هو خلاص يعني ما بيلزقش. انا بس عشان لابسه جوانتي هنا، انما انت لو على ايدك خلاص مش تمام. بتعملي بقى كوره انت هنا، دي شوكولاته قابله الدهن، بتكوني عاملاها كور كده زي ما انتم شايفين، قطع قطع، وحطاها في الفريزر. بصي بقت حجره اهي كده، بصي بقت ناشفه خالص. انت بعديها عن الولاد عشان هياكلوها قبل ما نشتغل. بالظبط بعمل زي في ناس كبار عملوها كده. هنعمل كده حفره في النص كده، وهناخد الكوكيز اللي هي الشوكولاته اللي احنا جمدناها دي، واقوم حاطينها من جوه، وهبدا اقفل عليها بالشكل ده. الله، الموضوع ده سهل قوي. خلاص اهي، دي احلى. وهتلاقيها تكبر يعني، هي هتكبر شويه من كده. لسه ما جمبري. طبعا بتدخليها الفرن، بتكوني مسخنه الفرن بتاعك من اول ما ابتديتي تشتغلي، وهنقوم مدخلينها على 180 لمدة 10 دقايق 12 دقيقة بالكتير خالص يعني، وتطلع بتبقى ناشفة من بره ومن جوه بتبقى طرية. تمام؟ طيب احنا عملنا الصينية دهناها حاجة ولا لا؟ انا حاطة لها ورقة زبدة بس. ورقة زبدة. ورقة زبدة بس وخلاص. خلاص؟ انا لبست الجوانتي اهو علشان اعمل. عايزة تعملي معايا؟ شغل الأطفال. يلا. انا ما اعرفش، ما ينفعش ما اعملش. طب اعملي يلا. طيب. اعمل ازاي بقى عشان شوفوا معايا، عشان اللي كل العرايس الجداد يعملوا بقى ايه حاجات حلوه لحماتها وهي جايه كده. شفتي حماتي؟ مش امي، امي لا، اي حد جاي لك بقى عزومه لو طلعت الشوكولاته ماشي اشتغل، تقول لهم ان انت تعملي حلو وحادق ومع بنات حوا كل الحاجات. ايوه المطبخ هيبقى سهل كده. صح صح كده. بصي يعني حاولي بقى اقفلي كويس عشان ما يبقاش ايه، هي لو طلعت منك حته وانت بتشتغلي مفيش اي مشكله. اي
اتقفلت كده كويس؟ ايوه تمام. احنا مش هنعمل بقى كله، هنعمل ايه عشان ندخل على بقيه المقادير الثانيه. تمام، انت ممكن تكملي قبل ما انا اكمل مقادير المكرونه. اه كله طيب. اعمل كل حاجه يعني كام واحده تانية. احنا هنا بقى ايه المكرونه ممكن ننزل بمقاديرها تاني نكمل المقادير اللي احنا عملناها. احنا هنا بصوا احنا صفينا المكرونه اتسلقت عادي خالص وصفيناها لسان عصفور خلاص لسان حمرناها وحطينا الميه سخنه وصف واتغلت واتسلقت عادي بقى كانك بتسلقي مكرونه عاديه وخلاص وهتشيليها على جنب كده وهتبداي بقى ايه مقادير المكرونه تاني يا جماعه على الهوا علشان اللي ما شافش وتابع معانا من اول الحلقه يصورها. تمام هحط برده نقطه زيت تانيه. ده زيت ايه برده هو ده ايه بقى احنا كده هنبدا في طبق ايه اللي هو المكرونه برده هخلصه بقى نخلص المكرونه كله. تمام خلاص انا عندي هنا بصلايه كبيره ماشي هنزل بيها هي الحلقه كده كفايه شيف ولا ايه؟ اه كفايه خلاص كفاية. ممكن واحده كمان وخلاص عشان انا هاكله كله اصلا مش كده محدش هياخد ولا واحده من الكوكيز دي. حطينا بصلايه هنا مقطعينها زي ما انتم شفتوا مكعبات كده وعندي اربع فصوص توم اهو. طيب قولي لهم بس الفرن هيتحط من فوق ولا من تحت؟ في الشبكه اللي في النص. احنا ايه هنحط الشبكه اللي في النص. هنحطه ودرجه الحراره ممكن ايه ممكن هنا بقى 180 اللي هي متوسطه درجه حراره متوسطه دي كده متوسطه 180 لو الفرن الغاز بتاعنا العادي في البيت على درجه حراره 180 لمده 10 دقائق او انت اول ما تلاقيها بقى ايه بدات خلاص هي هتلاقيها نفشت وبدات تشقق من فوق كده يبقى خلاص كده تمام. انت قلتي من تحت ولا من فوق؟ من تحت ولا في النص ولا ايه؟ في النص المفروض بيتحط. احنا هنشغل من فوق ولا من تحت؟ لا هنشغل من تحت. من تحت من تحت مش هنشغل فوق عشان بس معلومات مهمه جدا. لا 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 هنشغل احنا كورنا الكوكيز بالشوكولاته وحطيناها في الفرن صح؟ تمام من تحت نشغل الفرن من تحت 180 درجه تمام وبعدين بس وهنسيبها بقى 10 دقايق 12 دقيقه اول ما نلاقيها بدات تشقق كده من فوق او انت حطيتي ايدك لقيتيها نشفت معاكي يعني ملهاش وقت ملهاش وقت عقبال بس ما اشوفها ان هي شقق اقصى حاجه 12 دقيقه ربع ساعه بالكتير جدا لو الصينيه مثلا كبير. تمام تاني بقى عملتيها عشان هنرجع بقى ريحه طبعا الثوم والبصل عامله شغل. بصوا احنا هنا إيه؟ من الاول إيه؟ خالص حمرنا المكرونه حمرناها حطينا تمام الميه وغليناها وسلقناها كاننا بنعمل مكرونه عاديه خالص. تمام صفيناها في الحله رجعنا نقطتين زيت وهنحط بصلايه كبيره متقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين. تمام واربع فصوص ثوم واول ما تدبل بس شويه كده هقوم نازله بطماطمايه مقطعاها مكعبات خلاص. تمام وفلفل اخضر ملون زي ما انت عايزه. ده فلفل الوان. فلفل الوان هو الفلفل كله فوايد يعني ان كان الوان او ساده. الفلفل الالوان يا جماعه مفيد جدا لصحه الجهاز الهضمي والعصبي وكمان بالنسبه للتجميل مفيد جدا للبشره وبيحافظ على تحسين مظهرها ويخليها شكلها حلو وحلو جدا 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 للحوامل تاكليه بقى كده سناكس يعني وللتخان برضو احنا ممكن ناكلها عادي. معقده نفسك يا هبه انت انا مش عارفه ليه يعني لو حبينا حد يعمل رجيم انا عموما انا مش عامل رجيم. طيب اللي حابب يعمل رجيم ممكن يعمله سناكس كده ويقعد يقرقش فيه. عندنا بقى هنا 400 جرام جمبري احنا قايلين وكمان بيحمي من الانيميا ده مهم جدا. الفلفل فوائده فظيعه يعني فوائده لا تحصى يعني. لو كل الناس تعرف الفوائد بتاعه الفلفل دي خلوه كده حاجه طبعا. اساسيه احنا ما حطيناش ذره الملح في الكوكيز انا نسيتها بس هي لازم تتحط او مش هو بصوا مش لازم بس هي بيفضل ان هي تحط عشان تبقى الشوكولاته ريحتها احلى. تمام تمام معلش سامحوني النهارده عشان انا على الهوا فشويه مش يعني لا انتوا بطبخ بنات حواء يعني لازم تبقى براحتك وما شاء الله انت طيب حلوه جدا وبتعملي لنا حاجات حلوه بالذات الحاجه الحلوه اللي في طيب الفرن. احنا هنا بقى خلاص دي اهم حاجه دبلنا البصل والثوم والفلفل والطماطم هننزل بقى بنص كيلو الجمبري اهو. الجمبري بقى هنا
كبير وده ينفع صغير. كبير كبير صغير انت بقى حره. اصغر من كده المفسفس بتاع الصيد بصي زي ما انت عايزه يعني مفيش حد مفيش حاجه اسمها. دي وجبه جمبري مفيده جدا جدا وسريعه فيها فوسفور فيها كل الفيتامينات. ايوه عشان ما حدش يقول مثلا لا ده جمبري ووجبه ليه كده غاليه ومش غاليه. لا بصوا يعني الجمبري ممكن يتجاب يعني اقل حاجه يعني مش ما تقيدوش نفسكم كبير صغير زي بقول لك من السوق تروحوا تقشروه مفيش اي مشكله. تمام خلاص هسيبه بقى كده شويه الغطا فين هغطيه كده مجرد بس الجمبري بتاعي يدبل. هي شغاله ولا عليها؟ المفروض شغاله. نحطه هنا ممكن اقضي على شويه كي. ونغطي عليه شويه وبعد كده هننزل بالصلصه وبعد كده ننزل بالمكرونه. نشيل ال ونشيل ده بقى خلاص عشان عيني عليها اما تجيني واحده ممكن تاخدي واحده. خدي واحده معلش يا جماعه شوكولاته وكلنا لازم ناكل الشوكولاته. طيب احنا ممكن ننزل بالوصفه الثالثه عقبال ما المكرونه هنا اتعمل اللي هي ال سلطه التونه. سلطه دي بقى حاجه سهله خالص ما فيهاش اي حاجه هي بس انا التركة. بعمل بيت مشاركه اهو بحب قوي اشارك ايوه في المطبخ عشان كلنا نشارك في المطبخ. بصوا بقى يلا فعلوا هاشتاج البيت مشاركه يا جماعه احنا علشان كلنا نشارك وكل ازواجنا شاركونا في البيت واولادنا. هنستنى اتصالاتكم يلا عشان تحكوا لنا عملتوا ايه في البيت مشاركه. يلا قولي احنا بصوا السلطه هنا عندنا هنجيب علبه تونه برضو اي نوع تونه وهنجيب طماطميه هنقطعها مكعبات زي ما انتم شايفين ونص مطم. ونص كوبايه حمص بقى جاهز حمص عندك اللي هو الناشف وسلقتيه وتنقعيه في البيت كده وتسلقيه يعني اي حاجه المهم في الاخر حمص جاهز على ان احنا ناكله على طول. وعندي ربع كوبايه زيتون اسود وربع كوبايه بقدونس وفلفل الوان برده ربع كوبايه وليمون وزيت زيتون خلاص. وعندي سمبوسك. السمبوسك بقى هنا فايدته ان انا هعمله اطباق هدخلها الفرن تتحمص وبعد كده هغرف فيها. ينفع جلاش؟ اعمل جلاش انا ما عنديش سمبوسه اعمل ايه؟ بصي السمبوسك دلوقتي بقى رخيص قوي صراحه يعني انا مثلا انا في الخزين عندي في البتاع ومفتحه ومطلعه. هي الفكره ان الجلاش رقيق هينشف يعني بسرعه يعني هيطرى لما تحطي فيه الحاجه بسرعه. هو برده السمبوسك هيطرى بس فتره الطريان بتاعه الجلاش هتبقى اسرع. تمام فاحنا مش عايزين احنا عايزين دي حاجه تبقي انت حطاها على السفره يعني حتى لو فضلت منها لاخر حته تبقى معاكي كويس. تمام احنا ممكن يا هبه هات نفتح لك. طيب ولا عايزه ايه؟ حطيها كده واحده هنا. احط هنا واحده كده. طب ممكن واحنا كده بنحط نجاوب على الجاتو. طيب الجاتو بصي انا عشان انا مش ببقى حافظه المقادير الصراحه بس انا هقول لك ان انا ممكن على القناه في بتاعتي على حلو مشكل جان الشناوي على اليوتيوب انا عامله جاتو شاتو عاملاه بالشوكولاته وعاملاه عشان بس ما اقولش المقادير وما تبقاش مظبوطه. هتلاقي المقادير بتاعتها كلها موجوده يعني عشان بس يبقى ايه كلامي مظبوط ما يبقاش فيه مقادير مش مظبوطه. ونفس الحكايه الدوناتس. تمام احنا هنا خلاص عملناهم كده هندخلهم الفرن مع وهتلاقوا برضو يا جماعه الفيديوهات دي برضو والوصفات دي هتلاقوها برضو على صفحه برنامج بنات حواء. بالظبط اي سؤال انتوا عايزينه ابعتوا لنا وهنبعته للشيف وبرضو هترد علينا ان شاء الله. مش عارفه هو ممكن يبان اللي في الفرن هنا. هو بصوا بدا الكوكيز عامه بدا ياخد وضعه. احنا عملنا ده ايه؟ ده السمبوسك. ده السمبوسك احنا عملناها اعداد دلوقتي. عملناها اعداد. طيب دهنا حاجه؟ لا مش هتدهني اي حاجه. مش هندهن. لا 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 مش هتدهني اي حاجه هتسيبيه كده اهوت لغايه لما هينشف وهياخد لون وهتطلعيه هيبقى على التقديم على طول. دلوقتي هنركب السلطه مع بعض وخلاص كده. خلاص كده السلطه بتاعتنا خلاص. تمام هنعمل بقى ايه في السلطه؟ احنا اكلاتنا ووصفاتنا سهله سريعة. وسريعه أيوه. وبسيطه ومفيده. بص احنا كل اللي هنعمله ان احنا ادي التونه بتاعتنا مصفيين الزيت بتاعها. تمام يعني تونه عاديه جدا مفيهاش اي حاجه اي نوع تونه زي ما انت عايزه. انا بس لا ده اي نوع تونه انت عايزاها خلاص وتصفي بس الزيت بتاعها تسيبي نقطه زيت مثلا كده. هنبدا بقى نحط كل المكونات الطماطم الحمص الزيتون البقدونس
وادي الفلفل. احنا عندنا وقت ولا ايه؟ نعم على مهلك خالص خالص فعلا. بصي دايما نعمل الوان حلوه. ايوه بصي بقى مطبخنا بنات حواء يعني بيعمل دايما الوان. ودايما يا جماعه بنقدم لكم كل حاجه مفيده لاولادكم، وتقدروا ان انتوا تعملوها بسرعه. وطبعا كل بنات حواء اللي بتشتغل واللي ممكن يبقى عندك مشوار وراجعه عايزه تعملي حاجه بسرعه، فوصفاتنا دايما سريعه وكمان مفيده والوانها جميله. الوانها جميله قوي، الوانها حلوه جدا. طيب احنا معانا طبعا زي ما بنقول على طول زيت الزيتون مهم مهم مهم، ودايما انتوا شايفيننا مثلا احنا بنستخدم زيت الزيتون كتير في اكلاتنا، وهو برضو مفيد للبشره ومفيد للشعر وكمان مفيد جدا لصحه القولون ومفيد قوي للاظافر. الحلقه اللي فاتت برضو انا عملت لكم وصفات بزيت الزيتون ان انت تنعمي بشرتك بيه، مهم قوي قوي وكمان خصوصا في فصل الشتاء. وكمان زيت الزيتون بينظف الكبد من السموم. يعني بصوا مفروض ان ده يبقى حاجه كده علاج في البيت قاعد معانا. وكمان اقول لكم على وصفه حلوه قوي لتقويه الجهاز المناعي، معلقتين من زيت الزيتون، عصير ليمون طازج مع ميه نشربهم، ده بيقوي المناعه بطريقه جميله جدا. احنا هنا من غير ميه؟ ماشي من غير ميه. يعني زيت زيتون مع عصير مع عصير الليمون بس. تمام تمام. نيجي بقى للبقدونس اللي احنا حطيناه دلوقتي. طبعا كلنا عارفين البقدونس في السلطه لا هو حلو قوي قوي لاي حاجه. حلو قوي لحاجه مهمه جدا لبشرتنا، وهو بيقلل التجاعيد. اديك وصفه سريعه كده. البقدونس ده ممكن تجيبي بودره جيلاتين تحطيها تضربيها كويس مع شويه ميه دافيه، وتحطيها وتحطي معاها البقدونس، وده لغايه لما تجمد، وتعملي مثلا حتت كده وتحطيها على الهالات السوداء دي، بتمنع الهالات السوداء. مفيد جدا جدا يا جماعه، مفيد جدا جدا كمان للكبد، يساعد ويعمل على تجديد أنسجة الكبد. ولو طبعا هتحطيه في أي حاجة، أو هتحطيه مثلا على أكل في النار ولا حاجة، حاولي تفضي تخليه أخضر، يعني تحطيه في الآخر. تمام. أنا قلت حاجات كتير قوي عن البقدونس. أيوه جدا البقدونس ده فوائده فظيعة. والحصوة كمان، يعني اللي عنده حصوة ممكن يشربه، دي معلومة مهمة جدا ومفيدة جدا. طيب قولي بقى انت عشان انا شامة. قولي لي طيب هي حاجة دلوقتي. حرام عليكم والله العظيم انتوا بتعملوا فيا ده. بصوا احنا حطينا هنا ما بلاقيش اكل. لا لا هتاكل. كله بياكلوا. طيب حطينا هنا الصلصة. خلاص حطينا الصلصة، حطينا شوية مية. تمام. وعلى طول احنا منزلين المكرونة. احنا عايزينها جوسي شوية، مش عايزاها تبقى ناشفة. يكون فيها صلصة يعني. انا عايزاها كده خلاص. تمام. خلاص هي مجرد كده خلاص. انا هشيلها. هظبط لها ملحها. معلش ممكن بس تقولي لنا تاني؟ تمام بالراحه. تمام قولي لنا تاني. خلاص ده خلاص. قولي لنا تاني عملنا ايه واحده واحده كده عشان نبقى عارفين. تمام. من الاول خالص. قولي. حمرنا المكرونه وحطينا لها ميه سخنه وسلقناها. تمام. استوت صفيناها، وفي الحله رحنا حاطين نقطه زيت، ورحنا حاطين بصل وثوم، وحطينا الطماطم والفلفل ولما دبلوا مع بعض رحنا نازلين بالجمبري. تمام. الجمبري انا مش عايزاه طبعا يستوي كتير على النار. الجمبري مش لو قعد كتير على النار هيشد. ملوش روح. ملوش روح على النار. يستوي بسرعه. لا ولو قعدتيه خلاص شد وهيبقى مش حلو. تمام. بس خلاص هتحطيه اول ما يبدا يدبل معاكي كده شويه تنزلي بقى بالصلصه وشويه ميه. تمام. تدي غلوه تنزلي بالمكرونه تبقى بالمنظر ده. خلاص انا هي كل حاجه مستويه خلاص. الوانها جميله. تمام؟ جدا. هنجيب بقى البرام اللي احنا هندخله الفرن. دي كده خلاص؟ دي كده هنطلع اللي في الفرن وهنقوم حاطينه فيها. احنا هنحشي الاطباق، هتبقى هي الاطباق. احنا بقى هناخد هنا اهوت البرام بتاعنا
وهنقوم نازلين بالمكرونه كده. طب ممكن نشوف اللي في الفرن؟ اه ممكن شوفوا كده اهو كده تمام. اوه تتحق ايه سيبناه كتير. ماشي تمام كتير. لا لا هو لعلمك لما بيبقى بنفتحه اه ده ده هي نار من فوق هو متولع من فوق. ماشي مش مشكله طبعا هو هنا عشان وتقريبا الكوكيز برضو الكوكيز خلاص اه خلاص 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 الكوكيز كده خلاص. بصوا بقى الكوكيز ده يا جماعة هو كان ايه كان ايه اللي احنا حطيناه سموسك. طيب هنا دلوقتي احشي انا ده لا ولا سيبيه ده سنه بس ده تمام. احنا حطينا ايه احكي لنا كده حطينا الجمبري بقى خلاص احنا هنا حطينا البريم هنا اهو خلاص يعني غرفنا إيه؟ اللي في الحله غرفناه هنا تمام. هنبدا بقى ننزل بالجبنه الموتزاريلا وهندخله بس ياخد جبنه موتزاريلا اه هياخد بس ايه لون كده تمام ياخد وش بس بس هو خلاص كل حاجه مستويه احنا كده خلصنا ال تمام. طبعا الكوكيز شكله تحفه وشكله واضح انه طري من جوه. بص ايوه هو بيبقى ناشف. بص يا جماعه بيبقى ناشف من بره. بص يا جماعه عامل ازاي هو بس اول ما يشقق كده طلعيه يعني زي ما احنا طلعناه دلوقتي كده اول ما شقق طلعيه هو ده كده يعتبر استوى شايفين كده بقى يا دوبك ايه هياخد خمس اه سخن قوي شايفين خلاص هو كده استوى يعني بصوا افتحها ولا ايه بصي بقى الشوكولاته بصي من جوه شوكولاته فظيعه ازاي تحفه هاكل حاضر هاكل والله سخن المشكله انه سخن سخن طبعا ايه احنا ايه نحاول بقى مش دقة لا لا ده لا محدش يقرب منه. هنطاجن الجمبري بتاعكم ايه ده انا هاكل الحاجه قبل ما تخرج الحاجه بالزبط. قبل ما ياكلوها بس بقى ايه نتابع الجبنه عشان الزهر الفرن هنا جامده. المهم يا جماعه ان انتوا تخلي بالكم قوي لان احنا سرحنا في الكلام وبصوا يعني خلي بالكم قوي لان هو ما بياخدش وقت لا وهو الفرن هنا انا عشان مش متابعه برضو الفرن الفرن كمان كان عالي شويه ما عطتنيش خوينا انا في البيت بيقعد معايا الصراحه اكتر من كده يعني خلي بالك منه عادي مش مشكله بس هي بصي الفكره ان انت بقى عندك طبق كده هتاكليه احنا هنحشي بس كده وخلاص وناكل بس خلاص حلو قوي. طب احط ده في طبق طبق حاضر ثواني هجيب لك الطبق فين معلش سامحوني عشان انا ايه لا لا احنا مفيش اي حاجه الدنيا جميله الله بصي بقى تحطي بقى بطول كده اهم حاجه تقدمي شكل حلو طبق الوان الشوكولاته واصلا الولاد انت مش هتستني اساسا تطلعيه على السفره متهيألي خلي دول ليا خليه ولا خلي واحده كمان احنا ممكن كمان هنا انا هاكلها وادوقها واقول لكم رايي ممكن ايه نزوقها نحط شويه سكر بودره كده ايوه يعني نديها شويه ايه حركات كده شفتوا التخان ما بيستحملوش اصلا عايزين ياكلوا اي حاجه احنا هنا السلطه نرجع تاني للسلطه بقى نحط الزيت اهو احط ده فين كده تمام ونحط الليمون حطينا زيت زيتون بص الزيت هنا بس عشان ايه انا مش ضمناه ده اللي حمر البتاع بسرعه ما تقلقيش السلطه سلطه التونه تحفه زيتون حمص فلفل الوان طماطم اهو كده الشكل تحفه جدا يا جيهان بجد بجد احنا بنشكرك جدا على حاجات مفيده وكمان انا اللي يا رب اكون خفيفه النهارده لاني حاسه ان انا يعني مش لا احنا بنشكرك ان انت كنت معانا النهارده انا اللي بشكركم ان انتوا صرفتوني النهارده والله
بجد متشكره جدا. يعني مطبخ بنات حوا يا جماعه بيقدم لكم كل وصفات تفيد الاسره وتفيد ولادكم بالذات، علشان تبقي دايما متجدده ومتغيره في اكلاتك، ومعانا الحلو ومعانا الحلو. حاجه مهمه جدا، مرضى السكر طبعا يبعدوا خالص عن الكوكيز ده. يعني لو واحده صغيره يحصل حاجه مش عارفه، متهيألي لازم يظبطوا السكر، يعني يبقوا مظبطين السكر، يظبطوا البرشام بتاعهم وبعدين ياخدوا واحده بقى. خلاص ده كده ولا ايه؟ اتحمر من فوق؟ لا لسه. طيب اشمعنى ده اللي ما اتحمرش اتاخر؟ اصل احنا قعدنا كتير في ده فعلا، يعني احنا سيبناه فعلا كتير. سلطه التونه بال، قولي لنا كده ده اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ سمبوسك. سمبوسك احنا طبعا متعودين ان السمبوسك ده بنعمله باللحمه المفرومه بالخضار والزيت وكده، ده كده صحي، صحي جدا. الاكله دي حلوه جدا، صحي وشكله حلو. يعني بصي الوردات، الورده تحفه، شكلها جميل جدا. ده ممكن يبقى عشاء، وممكن يبقى لو انت عامله مثلا عندك ضيوف وعامله اكله سمك، ممكن ده يبقى كده وجبه جانبيه كده، مقبلات كده في الاول. تمام. بتبقى ظريفه يعني ومفيده وخفيفه جدا. وممكن لو ولادك كمان ما بيحبوش ان هما ياكلوا التونه، انت ممكن تخليهم ياكلوا التونه بالشكل ده بالالوان دي، تحفه جدا يا شيف. طبعا اللي هيفضل ممكن بقى ايه، سندوتشات برده مش هتقول لا. يعني ممكن نعمل ايه تاني يعني؟ بايه؟ بده ما هو تاكليه حاف، ناكله حاف، تكليف سندوتشات توست بقى توست بقى. ابدعي بقى زي ما انت عايزه. فطار هتلنا السكر حلو ده بعد ده ولا ايه؟ لسه ما اتحمرش، مش مشكله، ممكن نخرجه بقى. طيب. وهو يبقى بس ايه، على التحمير، يعني كل الناس تبقى عارفه ان هو على التحمير. ايوه نخرج شويه كده، هو لان واضح ان هو المفروض ان هو وشه يتحمر بس، هي مفيش اي حاجه. طاجن جمبري بأقل التكاليف، وشكله جميل وطعمه جميل وكله فوايد. قدمنا النهارده ايه؟ قولي لنا كده. حاضر، بس كنت عايزه تحاولين مني. عملنا حلقاتنا بتخلص بسرعه دايما، وكل مشاهدينا بيقولوا لنا انتوا حلقتكم خفيفه وبتخلص بسرعه، دي ساعه وكده. احنا دايما عشان خفاف وكل ضيوفنا خفاف. الله يخليك يا العسل. الحلقه بتخلص بسرعه مع كل ضيوفنا الجمال. الله يخليك. قولي لنا بقى بسرعه كده. بس هنبتدي بالتونه. قلنا جبنا السمبوسك، عملناها وردات قطعناها كده، جبنا علبه تونه، طماطم، نص كوب حمص، نص كوبايه زيتون اسود او اخضر لو عايزه كمان، رص بقدونس، فلفل متقطع الوان كله اربع، ربع كوبايه ليمون، ربع زيت زيتون، ملح لو عايزه تحطي فلفل مفيش مشكله. ده بالنسبه للتونه. وعملنا الكوكيز لكل الولاد بيحبوه بالظبط. انا بشكرك جدا 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 يا شيف جيهان، بجد عملت لنا حاجات جميله جدا وكلها الوان وكلها حاجات مفيده. حلقتنا خلصت بسرعه للاسف. اشوفكم الخميس اللي جاي في حلقه جديده وضيوف جداد، وبشكركم جدا لمتابعتكم. مع السلامه.